بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وجماله وعظيم سلطانه، وصلاة وسلاما دائمين أتمين أكملين على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه وانتهج نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، طلابي الأحباء، طالباتي الكريمات، نلتقي بكم على بركة الله في محاضرة جديدة تتناول موضوعا جديدا في أحكام التلاوة، الموضوع عن المد والقصر. المد والقصر، نبدأ على بركة الله. أولا، المد الأصل في هذا الباب ما ثبت عن قتادة رضي الله عنه قال: سألت أنس رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا، كان يمد مدا. هذه أصل في هذا الباب التي تدل على أن هناك مدا في علم أو في قراءة القرآن. ما معنى المد؟ المد في اللغة معناه الزيادة، واصطلاحا هو إطالة الصوت بحرف المد أو اللين عند وجود السبب. إطالة الحرف، إطالة الحرف أو إطالة الصوت بالحرف أو بحرف المد عند وجود سبب. هذا تعريف المد لغة واصطلاحا. نأتي الآن إلى تعريف القصر. القصر بمعنى الحبس والمنع في اللغة اصطلاحا، ولذلك قال: حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات ممنوعات من الخروج، موجودات في الخيام. اصطلاحا هو إثبات حرف المد أو اللين من غير زيادة فيه لعدم وجود السبب. إذا في المد يكون هناك سبب للمد أو لإطالة الصوت في الحرف، لكن في اللين لا يوجد هناك سبب يجبرنا على إطالة صوت الحرف، ولذلك يبقى الحرف بدون زيادة وبدون مد. ما هي حقيقة المد؟ المد تحققه بأي مقدار ولو حركتين، ممكن أن يكون بمقدار حركتين، بمقدار أربعة، بمقدار ست. حقيقة القصر، القصر هو عدم المد مطلقا، وقلنا لأنه لا يوجد سبب للمد فلذلك لا يمد، ونقول أنه يعني فيه قصر، أي لا يوجد فيه مد. في التجويد، القصر هو مقدار حركتين وما زاد على ذلك فهو مد. حروف المد بشروطها، حروف المد ثلاثة يطلق عليها مد ولي، يطلق عليها مد ولي. لماذا سميت حروف المد بحروف المد؟ لامتداد الصوت عند النطق بها. ولماذا سميت حروف لين؟ لسهولة ولين خروجها. أحرف المد ثلاثة، وهي الألف الساكنة ما قبله مفتوح، نحو كلمة قال. قال، القاف مفتوحة وحرف المد ساكن، إذا ساكن وقبله مفتوح. أو الواو الساكنة وقبلها مضموم، كقوله موسى. الواو هنا الواو ساكنة وقبل حرف الميم مضموم. الياء الساكنة وما قبلها مكسور، كقوله عيسى. عيسى، الياء هنا أو حرف المد قبله حرف مكسور وهو حرف العين. طبعا مجموعة في كلمة واحدة، وهي هذه المدود الثلاثة مجموعة في كلمة واحدة، وهي كلمة نوحيها. نوحيها، نو مد بالواو، حي المد بالياء، وها المد بالألف. لو فقدت الواو والياء شرطيهما يصبح المد هنا مد لين. ما هو الشرط؟ أن تكون مسبوقة بضم الواو. والياء ما هو شرطها؟ أن تكون مسبوقة بكسر. هنا ما الحكم الذي سيترتب؟ سيصبح من مد إلى لين، كقوله خوف. الواو هنا ساكنة، لا إشكال في الواو، لكن ننظر إلى ما قبلها. لكي يكون حكمها المد وليس اللين يجب أن يكون ما قبلها مضموم، لكننا في كلمة خوف ما قبلها مفتوح، وكذلك كلمة بيت. الياء هنا ساكنة صحيح، لكنها سبقت بفتح ولم تسبق بكسر. الألف لا تكون إلا حرف مد ولين، إلا حرف مد ولين، ولذلك لم تذكر من ضمن الحالة.
نتابع المد والقصر ونأتي إلى أحوال الواو والياء. بالنسبة إحنا نحن قلنا الألف هي مد ولين، لا إشكال فيها. الآن نأتي إلى الواو والياء. أولاً ممكن أن تكون الواو والياء مد ولين، متى؟ طبعاً في الحالة الأصلية إذا سكنتا وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء كما قلنا في مثال عيسى وموسى. الحالة الثانية وهي أن تكونا أو أن يكونا الحرفين حرفي لين فقط. متى يكونا حرفي لين؟ إذا سكنتا وانفتح ما قبلهما كالمثال الذي تطرقنا إليه قبل قليل وهو خوف بيت يوم. الحالة الثالثة أن تكونا حرفي علة فقط إذا تحركتا بأي حركة كانت، بأي حركة كانت كأي حرف ياء أو واو في المصحف عليه فتح أو ضم أو كسر أو حتى سكون، ما لم يكن ساكنا وقبله هذه الحالات لا ينطبق عليه هذا الأمر. نأتي الآن كقوله مودة وكلمة بيمينه مودة، الواو هنا مفتوحة وبيمينه الياء هنا مفتوحة فلا مد فيهما. نأتي هنا إلى أقسام المد. الآن المد بحر، المد بحر واسع، ولذلك اهتم بتعليمه السلف الصالح، ولذلك الأصل في هذا الباب ما جاء في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عندما قرأ أمامه رجل إنما الصدقات للفقراء، فقرأها ولم يمدها، قرأها قصرا ولم يمدها، فاحتج ابن مسعود وقال ما هكذا أقرأنيها رسول الله، فقال إذن كيف يا أبا عبد الرحمن كيف أقرأكها رسول الله؟ فقال قرأها بالمد إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وهكذا نكون قد فعلا تأكدنا أنه يجب أن نتعلم المد وأسباب المد ومقدار المد حتى نستطيع أن نكون بإذن الله سبحانه وتعالى مع السفرة الكرام البررة الذين وحتى نكون بإذن الله عز وجل من أهل الله وخاصته إذا فعلا أعطينا كتاب الله حقه في القراءة، حقه في التلاوة، حقه في التعلم، حقه في الإتقان. إن الذين يأتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في تجارتنا وأن يتقبل منا وأن يعلمنا وينفعنا ويرفعنا بما علمنا، اللهم آمين. نبدأ على بركة الله في الحديث عن المد. المد له نوعان، مد أصلي ومد فرعي، مد أصلي ومد فرعي. لماذا سمي أو يسمى المد الأصلي بالمد الطبيعي؟ ما هو المد الأصلي أو المد الطبيعي؟ هو الذي لا تقوم ذات المد إلا به، يعني هي في أصل المد، في أصل الحرف، ولا تستقيم الكلمة إلا بوجوده، ويثبت بوجود المد من غير همز قبله أو بعده أو سكون. هذا المد الأصل. لماذا اشترط هنا ألا يكون قبله أو بعده همز أو سكون؟ لأننا هنا نتطرق إلى نوع آخر من أنواع المدود سنأتي على ذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى في الحديث عن المد الفرعي. إذن هو المد الطبيعي والذي لا تقوم ذات المد إلا به ولا تستقيم الكلمة إلا بوجوده، ويكون في غير وجود همز قبلها أو بعدها أو سكون، وإلا لدخلنا على النوع الثاني من أنواع المدود. مقدار المد هو مقدار قبض وبسط الإصبع بحركة متوسطة لا فيها تأني شديد ولا فيها إسراع شديد، بهذه الكيفية قبض وبسط، هذه هي الحركة قبض وبسط، قبض وبسط الإصبع. سبب تسميته بالأصل طبعا لأصالته بالنسبة لغيره من المدود، ولثبوته على حالة واحدة وهي الحركتان، ولأن ذات الحرف لا تقوم إلا به، ولعدم توقفه على سبب من أسباب المد كالهمز أو السكون. إذا سمي أصليا لأنه أصلي لا يقوم إلا بنفسه، ولا يختل مقداره، لا يزيد ولا ينقص، فهو معروف بأنه حركتان
فقط، وأيضا لا يتوقف على أي سبب من أسباب المد كما المد الفرعي، لذلك فهو أصلي. سبب تسميته بالطبيعي، قلنا أن المد الأصلي هو المد الطبيعي، هذا تسميته بالأصلي. إذا لماذا سمي مدا طبيعيا؟ لأن صاحب الطبيعة السليمة والسليقة السوية في اللغة العربية ينطقها هكذا بمد من غير زيادة ومن غير نقصان. يعني اللفظ الطبيعي والنهج الطبيعي في اللفظ لصاحب اللغة السليمة أو الفطرة السليمة اللغوية السليمة ينطقها على طبيعتها على سليقتها من غير زيادة أو نقصان، ينطقها على طبيعته فتخرج معه كما يريد الله سبحانه وتعالى منه. نأتي إلى أنواع المد الأصلي. أنواع المد الأصلي، الأول أن يكون حرف المد ثابتاً وقفاً ووصلاً، سواء كان، وانتبهوا معي هنا، سواء كان هنا متوسطاً أي المد، كقوله مالك يوصيكم بيمينه، أو متطرفاً كقوله والشمس وضحاها ها قالوا وأملي. هذه الكلمات، نأتي إلى هنا، نقف قليلا. هنا حرف المد ثابت في الوقف، لو وقفنا عند مالك أو وصلنا مالك يوم الدين هناك مد طبيعي، وكلمة أيضا يوصيكم أو بيمينه، أو متطرفا، متطرفا أي جاء في آخر الكلمة كقوله وضحاها، حتى عندما والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار. لاحظوا أنه في نهاية هذه الآيات، حتى لو جئنا على الآية التي بعدها، لا بد أن نعطيها قدرها من المد الطبيعي، قدرها من المد الطبيعي وهي حركة. ولذلك قوله ضحاها قالوا وأم، سواء ثبت ذلك بالرسم أو حذف من الرسم. ومنها الأحرف الهجائية في فواتح السور التي جمعها العلماء في حي طهر، حا يا طا ها را، هذه في الأحرف الهجائية في فواتح السور أيضا يثبت فيها المد وصلا ووقفا، وصلا ووقفا. الحالة الثانية أو النوع الثاني، أن يثبت المد وقفا لا وصلا، أن يثبت حين الوقف ويسقط حين الوصل، مثل الألفات المبدلة عن تنوين كقوله عليما. الآن كلمة عليما، عليما هنا المد، لو أردنا أن نقف لأنه يثبت وقفا، نقول عليما حكيما، أثبتنا المد. لكن لو أردنا أن نقول عليما حكيما، نأتي لكلمة عليما الأولى، لا مد فيها، سقط في حالة الوصل. أيضا الألفات التي عليها سكون مستطيل، مثل أنا نذير. الآن لو جئنا إلى كلمة أنا نذير، ولو فتحنا المصاحف لوجدنا فوق الألف الخاصة بكلمة أنا سكون مستطيل. هذا السكون معناه أن المد هنا يسقط حين الوصل، لكن هذا لا يمنع من ثبوته حين الوقف. فنقول أنا نذير، أنا نذير، وكأنها غير موجودة، الألف المدية كأنها غير موجودة. أيضا قوله تعالى لكنه والله ربي، لكنه والله، أنا جئت بالغنة في حرف النون وكأنه لا وجود للألف لأنها سقطت في الوصل، لكنني لو أردت أن أقف عند لكن نقول لكن، إذا هناك نثبت الألف المدية. وكذلك قوله الظنون، وقوله الرسول والسبيل وكانت قوارير، كما قلنا أنها تسقط أو تثبت في حالة الوقف وتثبت في حالة الوقف وتسقط في حالة الوصل. وأيضا هناك بعض المدود التي تحذف في حالة الوصل لسبب آخر، ليس السكون المستطيل وليس التنوين، وإنما التقاء الساكنين، وكقوله تعالى وقال الحمد لله. وقال، ركزي هنا، وقال هي فعليا لو جئنا لكلمة وقال، إذا هناك الألف مدية، لكننا عندما نصلها نسقط التنوين. ما سبب إسقاط التنوين؟ لأن هناك التقاء ساكنين، وقال اللام هنا مدية ساكنة، الحمد عندما تدخل على اللام
إذن أيضاً ساكنة، فلا يجوز في اللغة العربية التقاء الساكنين. فماذا نفعل؟ نسقط المد حين الوصل، نقول وقال الحمد لله، وكأنه يعني بدون مد. أيضا وما في الأرض، وما في الأرض، وكأنه لا وجود للياء المادية، وإنما نطقنا فقط كسرة الفاء ولم ننطق المد. لكن لو أردنا أن نقف عند كلمة وما في، يجب أن أثبت المد، الحالة الثالثة أن يكون المد ثابتا وصلا لا وقفا. إذا الحالة الأولى ثبوتها وقفا ووصلا، الحالة الثانية ثبوتها وقفا لا وصلا، الحالة الثالثة بالعكس وهي ثبوتها وصلا لا وقفا، وهو موجود في مد الصلة كقوله إنه هو به بصيرا. لاحظوا إنه هو الآن في مد الصلة، نمد في حال الوصل، لكن لو أردنا أن نقف على كلمة إنه نقول إنه. لماذا؟ لأنها تسكن، في حال الوقف، ولكنه هناك حكم مد صلة صغرى في حالة الوصل، ولذلك يثبت في حال الوصل ويسقط في حال الوقف. أيضا به بصيرا، به مدين، سبب المد مد الصلة، لكننا لو أردنا أن نقف به لا مد فيها، هذا بالنسبة للمد الأصلي أو المد الطبيعي. كما قلنا يثبت وقفا وصلا، يسقط وصلا، يسقط وقفا بأنواعه وحالاته التي تطرقنا إليها. نأتي الآن إلى المد الفرعي. المد الفرعي على عكس الأصلي، وسنقول لماذا. أولا تعريف هو المد الزائد على المد الأصلي لسبب ما، إذا الأصل أو الطبيعي كما قلنا، الأصل أن ننطقه كما هو من غير زيادة، لكننا عندما نقول على المد الفرعي نقول أنه يجب أن ننطقه أو نطيل زمن الصوت به بزيادة، لكن هذه الزيادة لها سبب كما عرجنا عليه من قبل قليل. قلنا قد يكون السبب همز أو سكون. أسباب المد الفرعي الهمزة أو السكون، الهمزة إذا كانت قبله أو كانت بعده ووجود السكون. أنواع المد الفرعي: المتصل والمنفصل والبدل. هؤلاء الثلاثة سبب المد فيهم وجود الهمز، وسنتناولها إن شاء الله تبارك وتعالى بشيء من التفصيل. أيضا يوجد العارض للسكون واللازم، السبب في المد فيهم السكون. إذا الخمسة أنواع الخاصة بالمد الفرعي: المتصل والمنفصل والبدل والعارض للسكون والمد اللازم، لكن منها ما كان بسبب الهمز ومنها ما كان بسبب السكون. نأتي لأحكام المد الفرعي وهي ثلاثة أحكام. أولا المد الفرعي بشكل عام، الآن يتناولها بشكل عام، يقول إما أن تكون على وجه الوجوب، أو تكون على وجه اللزوم، أو تكون على وجه الجواز. بالنسبة للوجوب، متى يجب أن نأتي بالمد ونطيل زمن الصوت زيادة عن القدر الطبيعي؟ طبعا في الوجوب يكون في المد المتصل فقط لوجوب مده باتفاق القراء، لم يختلف واحدا من القراء على وجوب إطالة زمن الصوت زيادة عن الطبيعي في المد المتصل، فإذا هناك حصل اتفاق، هذا الاتفاق جعل الحكم فيه الوجوب وليس الجواز. نأتي للجواز. المد المنفصل، المد العارض للسكون، ومد البدل. لماذا؟ لأنه في هذه الثلاثة أنواع ممكن أن نقصر وممكن أن نمد، يعني جواز القصر وجواز المد، جواز القصر وجواز المد، يعني فيه حالتان وليس له حالة واحدة فقط وهو المد كما المتصل. نأتي الآن في اللزوم، وهو المد اللازم فقط، من كلمة لازم لزوم، للزوم مده حالة واحدة وهي ست حركات، اللي هي حالة الإشباع، نسميها حالة الإشباع وهي ست حركات. الآن سنتطرق في فروع المد الفرعي، وقلنا منها ما كان بسبب وجود الهمز
ومنها ما كان بسبب وجود السكون. سنأتي إلى الثلاثة الأولى التي كان مدها سببه الهمز. أولاً المد المتصل والمد المنفصل ومد البند. نأتي أولاً إلى تعريف المد المتصل، وهو أن يقع بعد حرف المد همز، لكن هناك شرط من الاسم: متصل، متصل به في كلمة واحدة، متصل به في كلمة واحدة، كقولنا السماء والسماء ذات البروج. هنا وقع حرف المد في كلمة السماء، بعد حرف المد جاء همز السماء، في هناك همزة متصلة به في نفس الكلمة، متصلة به في نفس الكلمة. طبعا قلنا المد المتصل وجوب المد اتفاقا، وهنا كلمة وجوب لها معنى، كما قلنا أنه حكم المد المتصل واجب باتفاق العلماء، كقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، وكما قلنا والسماء والطارق، وغيرها من الأمثلة. لماذا سمي مد متصلا؟ قلنا لاتصال سبب المد بحرف المد في كلمة واحدة. الآن ما سبب المد في كلمة السماء أو كلمة الفقراء؟ وجود الهمزة. أين توجد الهمزة؟ توجد متصلة بعد حرف المد، متصلة بحرف المد في كلمة واحدة، ولذلك سمي مد متصل. إذن لاتصال السبب بحرف المد في كلمة واحدة. مقدار المد 4 أو 5 حركات وصلا ووقفا، و6 حركات في حال تطرف الهمزة، وهي حالة إذن 4 أو 5 إذن حالة التوسط، و6 وهي حالة الإشباع في حالة التطرف، كما قلنا قبل قليل مثلا عندما نقول أو نقف على كلمة السماء، هنا يجب أن نعطيها نوع من الإشباع، وهي 6 حركات. هنا المد ثانيا يأتي المد المنفصل وقصره. ما معنى المد المنفصل؟ نفس تعريف المد المتصل، لكن هناك الفارق في أن سبب المد لا يكون في نفس الكلمة، وإنما يكون في كلمة ثانية قد انفصل عنها، ولذلك سمي مدا منفصلا، وهو أن يقع بعد حرف المد همز منفصل عنه في كلمة أخرى. كما قلت لكم سبب المد هو وجود الهمزة، أين توجد الهمزة؟ توجد منفصل عنه في كلمة أخرى، كما لو قلنا إنا أعطيناك الكوثر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. إن عندنا هنا مد جاء بعدها همز في كلمة أنزلناه أو كلمة أعطيناك أو يا أيها، يا مد وبعده أيها حرف مهموز أو فيه همز. الآن الهمزة وجدت في كلمة أيها، والمد وجد في كلمة يا، انفصلا، السبب انفصل عن المد وهو الهمز، انفصل عن المد، ولذلك في هذه الحالة يسمى مدا منفصلا. وتطرقنا للأمثلة، حكمه طبعا جواز مده وجواز قصره إن كان، لكن هنا القصر يجب أن يكون أو يمكن يجوز للإنسان أن يقصر في المد المنفصل في حالة واحدة إذا كان على دراية بالأحكام وكيفية القصر فيها، لا يجوز لأي إنسان لا يعرف أن يقصر المنفصل لأن هناك أحكام تترتب عليها. سبب التسمية قلنا انفصال السبب عن حرف المد وهو الهمز، مقدارها طبعا 4 أو 5 حركات. نأتي الآن إلى ونتابع معا المدود بسبب الهمز. قلنا المد المتصل والمد المنفصل، والآن ثالثا مد البدل. مد البدل تعريفه عكس المد المتصل. مد المتصل عندنا مد وبعده همز، لا، مد البدل أن يتقدم الهمز على سبب المد في كلمة، ولذلك لم أقل المنفصل وإنما قلت المنفصل وإنما قلت المتصل. المد المتصل وهو المد الذي يكون فيه الهمز، المد وبعده همز. مد البدل يكون الهمز وبعده المد، إذن هو على النقيض، على العكس من مد المتصل، فليس بعد حرف المد لا همز ولا سكون.
ليس بعد حرف المد لا همز ولا سكون، لأنه أيضا يترتب عليها أحكام أخرى. مثال عندنا آمنوا إيمانا أوتوا. لو لاحظنا هنا الهمز يسبق المد، الهمز يسبق مد الياء، الهمز يسبق مد الواو، ولذلك نسميه مد بدل. مد بدل طبعا حكمه جواز مده وقصره، وحفص تحديدا والذي نقرأ على روايته يقصر فقط، يقصر فقط ولا يمد. يقول آمنوا إيمانا والذين أوتوا، لا يمدها زيادة وإنما يقصرها على حركتين فقط، مقدار طبعا حركتين كالطبيعي، حركتين كالطبيعي. لماذا سمي مد البدل بهذا الاسم؟ لأن حرف المد مبدل من الهمز غالبا، هي الأصل وإنها وأصل كل بدل اجتماع همزتين. المفروض هنا إيمانا، ولكنه استبدلها بالمد فقال إيمانا. أؤتوا، استعضنا عن الهمزة الثانية بالواو تسهيلا للنطق، تسهيلا للنطق. طبعا اجتماع همزتين، الأولى متحركة كما قلت لكم أؤتوا، أو الأولى متحركة، أو الهمزة الثانية ساكنة، فتبدل الثانية بحرف مد من جنس الأولى. هاي أؤتوا الآن لو لاحظنا أؤتوا الضمة على الهمزة الأولى ضمة، ولذلك نأتي بالمجانس لها في المد وهو حرف الواو أو مد الواو، فنقول أوتوا. بدلا من أن نقول إيمانا نقول نستبدل عن الهمزة الثانية بحرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى وهي الكسر. ما الذي يجانس الكسر؟ الكسر هو حرف أو مد الياء، فنقول إيمانا. وكذلك آمنوا، بدلا من أأمنوا نقول آمنوا لأنها مفتوحة، فنستعيد أو نستبدل الهمزة الثانية الساكنة نستبدلها بحرف مد تخفيفا وتسهيلا على القارئ. إلى هذا القدر نكون قد استوفينا الشرح والحديث عن أحكام المدود التي كانت بسبب الهمز كالمد الطبيعي، تكلمنا عن المد الطبيعي أو المد الأصلي، وتكلمنا أيضا عن جزء من المد الفرعي بأنواعه الثلاثة التي كانت بسبب الهمز، وهي المد المتصل والمد المنفصل ومد البدل. إلى ذلك الحين نلتقي بكم على خير، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.